أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وجاحدي إمامتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. تلفتنا هذه النقطة في حكمة الله عز وجل فيما قضى وقدر بخصوص الأمم على العاده هذه النقطه هي ان الله عز وجل يقضي بالفرقه والاختلاف بل بالعداوه والبغضاء يبعث رسولا الى امه من الامم إلى قوم من الأقوام، تكون تلك الأمة أو يكون أولئك القوم على تآلف، على مودة، على وحدة، ولكن ما إن يظهر ذلك الرسول فيهم حتى تبدا المنازعات ويبدا الشقاق وتبدا الحروب وتتطور الى عداوه وبغضاء مستفحله ثم في كثير من الاحيان يقضي الله عز وجل بانتصار الرسول والذين آمنوا معه على الذين خالفوهم وكفروا فتتشكل أمة جديدة. أمة إبراهيم، أمة موسى، أمة عيسى على سبيل المثال صلوات الله عليهم ثم ما تلبث العداوة والبغضاء أن تظهر من جديد بين هذه الأمة الجديدة. مع أنها قد آمنت، ما إن يرتحل الرسول عن تلك الأمة، ما إن يستشهد النبي، ما إن يذهب، إلا وتبدأ هذه الأمة من جديد بالاختلاف والتنازع والعداوه والبغضاء هذا امر اثبته التاريخ وقبل ان يثبته التاريخ اثبته القران الحكيم الله بصريح العباره يقول انا من قضيت ال فرقه والاختلاف انا من انشات التنازع انا من شات من انشات العداوه والبغضاء بين الامم على سبيل المثال امه النصارى اولئك الذين امنوا بعيسى المسيح عليه الصلاه والسلام ثم رفع الله المسيح. ماذا جرى في تلك الامه؟ القران يحدثنا بشكل عجيب. اقرأ في سوره المائده. يقول تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بصريح العباره الله عز وجل يقول: انا اغريت بينهم. انا الذي ألزمت وقوع العداوة والبغضاء بينهم بين من؟ لا بين النصارى وغير النصارى، يعني مثلا النصارى ممن آمنوا بعيسى والكفار الذين رفضوا عيسى لا بين نفس هذه الأمة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الله يحب العداوة والبغضاء ان تنشأ بين البشر نعم يحب متى؟ اذا كان ذلك لازما للاختبار والامتحان والفتنة الالهية لتمحيص المؤمن من الكافر لتمحيص الطيب من الخبيث هذا امر مطلوب، عند الله هو مطلوب. عداوة، بغضاء، نعم. تمضي وتقرأ في سورة المائدة بقية الآيات. تكتشف أن الله عز وجل كذلك قضى بالعداوة والبغضاء بين أمة أخرى وهي أمة اليهود. يقول سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة، نفس الشيء. كما قضى الله عز وجل على امه النصارى ان ينشأ بينها عداوة وبغضاء الى يوم القيامة كذلك قضى الله عز وجل بنشوء العداوة والبغضاء على او بين امه اليهود الى يوم القيامه. لا فرق. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. قد تناقش هنا. تقول شيخنا: ان العداوه والبغضاء اللتان قضى بهما بهم الله عز وجل على هاتين الامتين النصارى واليهود سبب هذا القضاء ان هاتين الامتين كفرتا بعد نبييهما كفرتا انحرفتا فكانت عقوبة ذلك الانحراف وقوع العداوه والبغضاء في دار الدنيا يعني امه النصارى لما نسوا ما ذكروا به ماذا حصل الله عز وجل عاقبهم في الدنيا بان اغرى بينهم العداوه والبغضاء كذلك أمة اليهود لأنها قالت يد الله مغلولة فالله عز وجل أوقع بينها العداوة والبغضاء قد تناقش تقول هذه عقوبة ليس معنى ذلك أنه إذا كانت هنالك أمة مؤمنة كأمة الإسلام فإن الله عز وجل يقضي بينها كذلك بالعداوة والبغضاء. هذا فضلا عن ان نقول ان العداوة والبغضاء مطلوبة من المؤمنين بمعنى ان الله عز وجل يستحب من المؤمن ان يعادي ويبغض وتقع مشاكل اجتماعية في نفس الامة، فيما بين الامة. نقول في الجواب هذا توهم مردود بنقطتين. النقطة الأولى أنه على التسليم بما ذكرتم من أن هذه العداوة، هذه البغضاء إنما هي عقوبة للأقوام والأمم التي انحرفت. نسلم بذلك. ولكن من اين لكم ان امتنا هذه المنتسبه الى الاسلام لم تنحرف بعد رسول الله صلى الله عليه واله ولم يقضي الله عز وجل عليها بالعداوه والبغضاء كما قضى على امه اليهود وكما قضى على امه النصارى. هذا اول الكلام في الواقع. أن تعالى أثبت أن هذه الأمة أمة معصومة من الانحراف ولا قائل بها انحرفت هذه الأمة بعد رسول الله كما انحرفت أمة اليهود كما انحرفت أمة النصارى فإذا لا يمتنع وقوع العداوة والبغضاء فيما بين أجنحة هذه الأمة طوائف هذه الأمة، مذاهب هذه الأمة، أقوام هذه الأمة، وذلك قضاء الله. هذا قضاء الله. هذه النقطة الأولى في الجواب. أما النقطة الثانية فنرد بها على الشق الثاني من الإشكال. حيث قالوا انه من اين قلتم ان العداوه والبغضاء مطلوبه من المؤمن ان يعادي ويبغض مع ما يترتب على ذلك من اثار؟ نقول هذا امر كشف عنه القران الحكيم نفسه. اقرا في سوره الممتحنه. ماذا يقول الله عز وجل حين يصف ابراهيم والمؤمنين معه؟ كيف يصفهم؟ وكيف يجعلهم مثالا يحتذى؟ وأسوة حسنة. يقول سبحانه: "قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه" إذا يثبت لنا أولا أن عليكم أن تتخذوا هؤلاء أسوة حسنة تقتدوا بهم طيب ماذا صنعوا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم بس هذا فقط جاءوا وقالوا احنا متبرين منكم لا اكثر من هذا قالوا انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم بهذه الشده يقولون لمن لقومهم اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم توقفوا عند هذا الحد مع ما أن هذه الكلمات تسبب الكثير من الحزازات من المشاكل من المواجهات الطائفية تسبب لو ما تسبب لما تظهر جماعة تقول لجماعة أخرى من نفس القوم من نفس الأمة يقولون لبعضهم بعضا كفرنا بكم تكفير مشكله التكفير كل طرف يكفر الاخر زادوا على ذلك ما توقفوا عند هذا الحد لم يكتفوا بقولهم كفرنا بكم قال تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى الأبد إحنا نعاديكم نبغضكم بيننا وبينكم ماكو مساحة مشتركة. عداوة وبغضاء. والى الابد الى الابد احنا نبقى هكذا الا بشرط واحد وهو ماذا؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده بس. هذا الشرط اذا يصير ترجع الموده ويرجع وتر التآلف وترجع العلاقات الطيبه. غير هذا ما عندنا. هؤلاء من؟ مؤمنون موحدون ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام والذين معه والله عز وجل يقول هؤلاء اتخذوهم اسوه حسنه إذا مطلوب من المؤمن أن يعادي ويبغض أم لا؟ نعم مطلوب. قد هنا يأتي أيضا مستشكل يريد أن يستشكل ومعظم الإشكالات إذا تلاحظون معظم الإشكالات التي تثار هنا وهناك على هذا المنهج انما هي ناشئه عن الجهل عن عدم التدبر في القران الحكيم، عدم التدبر في السنه في كلام واحاديث العتره الطيبه صلوات الله عليهم، في مجريات التاريخ، الجهل والهبوط المعرفي عموما هو الذي يدفع الانسان الى ان يعادي او يخالف منهج السماء، منهج الحق. قد يقال في هذا الاشكال الثاني ان نعم سلمنا بان العداوه والبغضاء يوقعها الله عز وجل عقوبة على الامم المنحرفة وان العداوة والبغضاء مطلوبة من المؤمنين تجاه غير المؤمنين هذا كله نسلم به ولكن ان تمثيلكم غير صحيح ان قياساتكم غير صحيحة لماذا؟ هنالك فرق بين إبراهيم والذين معه الذين جعلوا أسوة حسنة وقالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هنالك فرق بين تلك الأمة اولئك القوم وبين امتنا نحن وهو ماذا؟ ان تلك الامه كفرت ولذلك الثله المؤمنه ممن كان مع ابراهيم انما عادوا وابغضوا من كفروا بقرينه قوله تعالى: حتى تؤمنوا بالله وحده اي ما كانوا موحدين ولذلك القياس غير صحيح هذه الامه امه الاسلام امه موحده وان اختلفت مشاربها وان اختلفت مذاهبها وان اختلفت اراء طوائفها لكن تجمعها جميعا كلمه التوحيد ليس منا من كفر بالله فلذلك لا يصح ان تقع بيننا عداوه وبغضاء مو صحيح لا يصح ان يقع بيننا تنازع تقع بيننا حروب مواجهات مشاكل هنالك فرق بين الامه التي كانت في عصر ابراهيم والامه هذه نقول في الجواب على هذه الشبهه وعلى هذا الاشكال ايضا هنالك جانبان اغفلتم هذين الجانبين او غفلتم عن هذين الجانبين. الجانب الاول الله تعالى يقول في صدر الآية: قد كانت لكم أسوة حسنة. قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. سؤال هذا الخطاب موجه لمن؟ للمسلمين، صحيح؟ طيب اذا كان الخطاب موجها للمسلمين فالعداوه والبغضاء مطلوبه من المسلمين ام لا؟ يعني الله يريد من المسلمين ان يعادوا ويبغضوا ام لا؟ نعم لان الخطاب موجه للمسلمين. سؤال ثان من الذي مطلوب منا ان نعاديه ونبغضه؟ لا يختلف المشكل الذي يشكل علينا في الجواب لا يختلف معنا في هذا الجواب ان المطلوب ان نعادي ونبغضه هو من؟ الكافر صحيح ام لا؟ علينا ان نبغضه، علينا ان نعاديه حتى وان كان قريبا حميما نعاديه حتى وان كان من الاقرباء نعاديه رسول الله صلى الله عليه واله كان يعادي في الله قريبه عمه ابا لهب لعنه الله على سبيل المثال وهكذا كان جميع الابرار زين اذا كان الامر هكذا فناتي الى الجانب الثاني الذي غفل عنه من هو الكافر؟ هذا السؤال جدا حساس ومهم هل الكافر هو فقط الذي يقول ان الله ثالث ثلاثه على سبيل المثال هل الكافر هو فقط من يقول ان عزيرا ابن الله على سبيل المثال؟ هل الكافر هو فقط من يقول باللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى؟ أم هنالك أصناف كثيرة من الكفار حتى أولئك الذين يعلنون اسم الإسلام هم في الواقع كفار. نعم هنالك كفار ممن ينتسبون الى الاسلام تقول لي شلون؟ اقول لك الاحاديث الشريفه اصلا مستفيضه عن النبي الاكرم صلى الله عليه واله عن الائمه الاطهار صلوات الله عليهم اجمعين انهم جعلوا مثلا من يعادي اهل البيت من يخالف اهل البيت، ها من يرد على اهل البيت جعل اولئك جميعا على حد الكفر، وصفوا بالكفار اصلا في الاحاديث الشريفه. قال رسول الله صلى الله عليه واله كما روته الخاصه والعامه على سبيل المثال هذا علي خير البشر ومن أبى تكفير ومن أبى فقد كفر رسول الله يكفر من لا يعتقد بأن عليا خير البشر شو نسوي إحنا نقول لا نقول هذا تكفير يا رسول الله ما يجوز حرام ليش تحدث الشقاق بين الأمة واحد رأي أنه أكو ناس أفضل من علي خير من علي واحد الشكل رأيه يعتقد عمر أفضل من علي مثلا أبو بكر أفضل من علي ليش لازم نكفره أليس يقول بالتوحيد أليس يصلي إلى قبلتنا أليس يصلي, يصلي صلاتنا يصوم شهر رمضان لماذا لا نبحث في المشتركات يا رسول الله ليش فورا ننجر إلى التكفير والفتنة الطائفية التي يريدها منا الاستعمار وتريدها منا أمريكا وإسرائيل ليش يا رسول الله صلى الله عليه وآله لا هذا المنطق الذي يواجه به اليوم الواعون من الأمة هذا منطق مرفوض عند رسول الله صلى الله عليه وآله هذا منطق مرفوض ومن أبى فقد كفر خلص كفر ليش تتحرج من التكفير؟ كفر كفر ولكن لا تبالغ في ذلك بحيث ترتب اثار الكفر في الجانب الفقهي يعني ومن ابى فقد كفر مو يعني انه الروح نقوم نقتله لا حاشا لله خلص من ابى فقد كفر كفر يعني يوم القيامة يظهر أنه كافر ما التزم بالإسلام الحقيقي تفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة صحيح هذا يوم القيامة يبين من الاثنين وسبعين فرقة من تلك الفرق التي تدخل النار يعني فرق كافرة مو مسلم حقيقي أما في دار الدنيا مسلم حتى إذا كان يقدم على علي غيره تلحقه آثار الإسلام طاهر ليس نجسا تحل ذبيحته يمكن أن نتزوج منهم وهكذا يعامل معاملة المسلمين دار الدنيا لها شرائطها واحكامها دار الاخره لها شرائطها واحكامها حاصل القول هو هذا ان الاحاديث الشريفه انزلت اصنافا ممن ينتسبون الى هذه الامه انزلتهم منزله الكفار والاحاديث في هذا الشان كثيره جدا لكن هذا التنزيل تارة يكون حكميا وهو نادر كما في حال الخوارج والنواصب وتارة يكون اعتباريا او علميا او موضوعيا كما في حال سائر اصناف المخالفين. هذا حاصل الكلام. على سبيل المثال ناتي بروايه معتبره في هذا الشأن. والروايه يرويها ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتابه الكافي الشريف بسنده عن الثقة الجليل الفضيل بن يسار أتصور أنه مر اسمه عليكم حين ذكرناه وقلنا إنه ممن بلغ مقام أهل منا أهل البيت هذا الفضيل بن يسار مقامه جدا عالي هذا الرجل، الى درجة أنه الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام لما كان يأتي الفضيل بن يسار يدخل عنده الإمام الباقر عليه السلام يقول ما مضمونه بخ بخ وبشر المخبتين أهلا بالذي تأنس به الأرض هذا الفضيل بن يسار هذا الارض الارض تانس به شلون مقام هذا؟ هذا يروي ماذا يقول؟ يقول قلت لابي عبد الله عليه السلام يعني الامام الصادق صلوات الله عليه ان لامرأتي اختا عارفة على رأينا انا متزوج واخت زوجتي امراه عارفه على راينا، يعني شنو امراه عارفه على راينا؟ يعني شيعيه، رافضيه، مؤمنه، متقيه. على نفس هذا الراي، على نفس هذا المنهج راي الاماميه هكذا. ان لامراه اختا عارفه على راينا وليس على راينا بالبصره الا قليل. هذه هم هي بالبصرة والبصرة آنذاك كانت عاصمة من عواصم النواصب للعلم البصرة كانت عثمانية هكذا ينقل ولذلك كان وجود الشيعة فيها نادرا جدا أجواء ناصبة ناصبية مريضة معادية لاهل البيت صلوات الله عليهم وخلافهم لاهل البيت كان خلافا فيه عناد يعني مو مجرد خلاف بسبب الجهل، لا شويه اشد من الجهل، كان عندهم حاله من العناد ما مرتاحين تجاه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ما مرتاحين اصلا كانوا كثير منهم يعتبرون بينهم وبين امير المؤمنين ثارات يقولون امير المؤمنين هذا قتلنا ذبحنا هذا معركة الجمال إحنا ناصرنا معظم أهل البصرة ناصروا من؟ عائشة الخارجية قائدة الميليشيا فقتل كثير منهم فهؤلاء أبناؤهم وذراريهم وأحفادهم فكانوا يعتبرون عليا ظالما لهم والعياذ بالله الثلة المؤمنة فقط من أهل البصرة وقفت مع أمير المؤمنين حكيم بن جبلة العبدي وأصحاب الثفنات العباد المعروفين هؤلاء وقفوا مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه فإذا الفضيل بن يسار هكذا يقول يقول عندنا هاي المشكلة أخت زوجتي مؤمنة شيعية مسلمة رافضية في البصرة ماكو رجال شيعة إلا قلائل تجيز لنا يا ابن رسول الله يا الامام الصادق تجيز لنا احنا نزوجها واحد من هؤلاء ان لامرأتي اختا عارفه على راينا وليس على راينا بالبصره الا قليل فازوجها ممن لا يرى رايها شوف جواب الامام قال عليه السلام لا ولا نعمة ولا كرامة. ان الله عز وجل يقول: فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. استخدم الامام الصادق اي آية؟ آية تصف أهل البصرة العثمانية المخالفين آنذاك تصفهم بماذا؟ بالكفار حكم شرع عندنا الآن أنه إذا امرأة كانت كافرة زوجها أيضا كافر هذه الامرأة آمنت شنو يصير؟ تنفصل فورا عن زوجها الكافر تبين منه إذا رجع إذا هو آمن أسلم ترجع له بالنكاح الأول ماكو مشكلة ما آمن ما أسلم ما يصير ترجع له حرام حرام تتزوج واحد آخر تعتد تعتد عدة المتوفى عنها زوجها كأنه هذا صنمات خلص راح وتتزوج رجلا آخر حرام الله تعالى يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هن ولا هم يحلون لهن. زين هذا الكلام لما الإمام الصادق يستخدم هذه الآية لما يسأل هل يجوز امرأة شيعية تتزوج رجلا من أهل البصرة آنذاك يعني شنو؟ يعني الإمام الصادق عليه السلام يكفر طائفة ممن؟ ممن ينتسبون الى الاسلام بصريح العباره. انا هنا الان لا اناقش الحكم الشرعي في هذه المساله، للعلم هذا بين قوسين اذكره، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، قديما وحديثا انه هل يجوز المراه الشيعيه ينكحها مخالف، تزوج لمخالف، في خلاف. قسم من الفقهاء يقولون حرام. قسم من الفقهاء يجوزون لكن بشرط وهو ماذا؟ ومنهم السيد المرجع دام ظله انه لا يكون هنالك خوف على عقيده المراه وعلى عقيده ابنائها. يعني هذا الزوج انسان متفهم لا يقهرها على عقيدته البدعيه، العقيده المخالفه لاهل البيت عليهم السلام. فهكذا بعضهم يشترطون. البعض الاخر يقول لا مطلقا. هذا حرام مطلقا ما يصير، لانه عندنا نصوص مضمونها هكذا ان للعارف ان يتزوج غير العارفه ولكن لا توضع العارفه الا عند عارف يعني عند مؤمن شيعي ما يصير توضع عند واحد اللي مو شيعي. خلاف. انا اقول ليس بحثي في هذه الجزئية الآن الخلاف الفقهي هذا مو موضوعنا موضوعي فقط هذا أنه الإمام الصادق أطلق كلمة الكفر على بعض ممن ينتسب إلى هذه الأمة الجواب نعم بمقتضى هذه الرواية ونظائرها كثيرة كثيرة جدا قد نقول إذن كيف لم يجز مطلقا الزواج بهؤلاء أن تزوج المؤمنات لهؤلاء نقول حسب تحليلي أنا الشخصي لأنه أهل البصرة آنذاك كانوا من المثلثة حتى مربعة ما كانوا شنو يعني مثلثة يعني الذين يقولون أبو بكر عمر عثمان هؤلاء الخلفاء الراشدون أمير موني حتى ما يعترفون به خليفة راشد هذا كان موجود فإذا ما يعترف بأمير المؤمنين حتى أنه خليفة من الخلفاء الراشدين فهذا لا، هذا يصير حكمه في الجنبة الفقهية يختلف عن حكم ذلك الذي يقول علي رابع على الأقل ذاك يعترف بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذاك أصلا ما يعترف به، ما يقول خليفة أصلا مثل البخاري مثلا، البخاري كان من المثلثة والمربعة مثلثة كان أبو بكر وعمر عثمان ودامت الفتنة خمسة سنين. فترة حكم أمير المؤمنين فترة فتنة كانت. ما يعترفون به أنه خليفة رابع. هذا بعدين صار. وصار بسبب تمدد الثقافة الشيعية والضغط الشيعي في الواقع هذا هو تحليل تاريخي مفصل وطويل وعريض سبق أشرنا إليه بعض الشيء في بعض المحاضرات. نتيجةً الامام الصادق اطلق كلمه الكفر على جماعه ممن ينتسبون للاسلام فاذا كان الامر هكذا وقدمنا في المقدمه التي سلفت ان العداوه والبغضاء مطلوبه من المؤمنين تجاه الكافرين فهؤلاء صنف من اصناف كافرين وان عصم مالهم ودمهم وعرضهم اعراضهم وان كان وان تحرموا بحرمه الاسلام في دار الدنيا لكن هم بالنتيجه صنف من اصناف الكفار فلا بد ان يكون بين المؤمنين وبين هؤلاء شيء من العداوه والبغضاء التي جعلها الله عز وجل في كتابه راجعه اليه هو قضى وقدر هكذا بل وجعل من ظهرت منهم العداوه والبغضاء اسوه حسنه لنا. القضيه هكذا. زين اذا كان الامر هكذا فإذا معنى ذلك ما هو موضوعي ايها الاخوه، ما الذي اريد ان اصل بكم اليه؟ ان علينا ان نتعايش مع هذه الحاله. ليش احنا هالقد مرعوبين ومخبوصين اذا صار بيننا اي بين هذه الامه المنتسبه الى الاسلام صار بيننا فرقه واختلاف. صار بيننا تنازع وعداوة وبغضاء، ليش احنا قالبين الدنيا؟ خليكم صار اكو فرقه واختلاف اهلا وسهلا ان حاول نوحد إن الامه ان حاول ننشر بينها الموده والرحمه لكن اذا راينا ان طائفه من الامه ما زالت تعاند اهل البيت ما زالت توالي أعداء أهل البيت هذه خطوط حمراء بالنسبة إلينا هي على حد الشرك على حد الكفر بالله فيقع بيننا وبينهم عداوة وبغضاء لا بد أن نتعايش مع هذه الحال يقع بيننا وبين الآخرين فرقة واختلاف لا بد ان نهذب انفسنا على التعايش مع هذه الحاله ان نحاول نحصرها بالجدل الكلامي بالمطارحات والمناظرات نخليها تتعدى الى حاله منازعات وحروب بينيه في الشوارع تفجيرات وقتل وذبح الى اخره نحصرها في ذلك الاطار عداوه وبغضاء خفيفتان هذا اللي نقدر نسويه، اما انه يراد منا ان نلغي الفرقه والاختلاف كليه نلغي العداوه والبغضاء كليه فهذا لا يمكن الا في حالتين، اما ان نحن نتبع ملتهم واما ان هم يتبعون ملتنا، غير هذا ما وها أنتم رأيتم أيها الإخوة اشقد محاولات تقريبية وتوحيدية بذلها من كانت نيته سليمة ومن كانت نيته خبيثة وتعرفونهم وصلوا إلى شيء وصلوا إلى شيء ما وصلوا إلى شيء مهما هم تتنازل 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 أخيرا هم ما يقبل الطرف الآخر ما يقبل صاير عندنا حاله بعبع شنو هو؟ الفرقه، الاختلاف ايها الناس ديروا بالكم لا يصير فرقه وتنازع بين هذه الامه، لا يصير اختلاف الوحده الاسلاميه، الوحده الاسلاميه، الوحده الاسلاميه مسوينها قضيه العصر. يا أخي الله قضى وقدر على هذه الأمة الفرقة والاختلاف لا راد لقضائه وقدره من يقدر نقاوم الله الله هالشكل قضى علينا شو نسوي مو أنا الذي أقول هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذا الكلام ارجعوا إلى الروايات الشريفة المجهولة التي لا يعرف الناس عنها شيئا. حتى من ينتسب الى التشيع ما يعرف عنها شيئا، لانه اكو عملية تعتيم على احاديث اهل البيت التي تشكل حساسيه عند بعض الناس. ما يقولوها على المنابر. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. له كتاب جليل سفر عظيم معروف اسمه كتاب كمال الدين واتمام النعم او اكمال الدين واتمام النعم. في هذا الكتاب يروي بسنده عن الثقه سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه. شنو يروي عنه؟ سلمان يقول انا كنت موجود حين جمع النبي صلى الله عليه واله اهل بيته اهل الكساء في اواخر ايام حياته الشريفه واوصاهم. فاقتطع مما رواه سلمان هذا المقطع فقط يصف لنا ماذا قال النبي لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، شوف شنو قال. يقول سلمان: ثم نظر رسول الله صلى الله عليه واله اليها يعني الى فاطمه صلوات الله عليها والى بعلها اي الى علي عليه السلام والى ابنيها الحسن والحسين صلوات الله عليهما فقال يا سلمان اشهد الله اني سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم أما إنهم معي في الجنة زي هذا معروف ويا ريت احنا نعمل بالفعل بهذه القاعدة النبوية سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم ماكو حقيقة حتى مو فقط الحرب لمن حاربكم ماكو حتى سلم لمن سالمكم ترى ماكو سلم لمن سالمكم أم ماكو احنا على الأقل مسالمين لأهل البيت عليهم السلام صحيح لكن اكو اناس كثر يدعون انهم ينتسبون الى اهل البيت، انهم يوالون اهل البيت لكن يحاربوننا، ما صاروا سلما لنا، مع انه نحن سلم لاهل البيت، شو نسوي؟ يقول سلمان: ثم اقبل على علي عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه واله اقبل على امير المؤمنين فقال: يا اخي انك ستبقى بعدي وستلقى من قريش شده من تظاهرهم عليك وظلمهم لك زي. فان وجدت عليهم اعوانا فقاتل بمن خ... فقاتل من خالفك بمن وافقك يقول النبي صلى الله عليه وآله أنت راح تبقى بعدي وترى ذولا راح يظلموك ذولا قريش أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة بن الجراح عبد الرحمن بن عوف زمرة النفاق والدجل والكفر والشيطنة والجاهلية هذولا راح يتامرون عليك. زين شنو وظيفتك؟ يقول فان وجدت عليهم اعوانا فقاتل من خالفك بمن وافقك عندك شيعة أبرار زلم عندك اتقاتل ما صار شنو لازم تسوي وإن لم تجد أعوانا فاصبر وكف يدك هذا جواب نبوي لهاي الشبهة الشائعة اللي هي من أهل الخلاف وتسربت إلى وين إلى أوساطنا الشيعية أنه ليش أمير المؤمنين قال عباب خيبر ما قاتل أبا بكر وعمر وعثمان إذا ذول كفار ومرتدين مثل ما أنتم تقولون كأنه يعني طالع له باكتشاف عبقرية يعني أنه إذا كانوا كفار مرتدين كان مفروض أمير المؤمنين يقاتلهم ليش ما قاتلهم يا أخي هكذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن وجدت أعوانا الروايات الشريفة هم حددت حفظت بعد هذا الشيء أنه إيش قد العدة المطلوبة أربعين رجل ما صار أربعين زلم ماكو رجال ماكو أمير المؤمنين عليه السلام شو يسوي؟ مأمور هو يقدر يقاتل لوحده هو يقدر يقاتل لوحده ويربيهم كلهم يقدر لو ما يقدر؟ يقدر بس مو مأذون له حرام عليه هذا معصوم ما يقدر يرتكب حرام الامتحان للأمة الله يريد من أمتنا هذه تشوف كيف تنصر أهل بيت نبيها امتحان النا احنا ما نجحنا بالامتحان ما نجحنا خذلنا الزهراء خذلنا ائمة اهل البيت، خذلنا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام شو يسوي امير المؤمنين؟ رسول الله قال له كف يدك خلاص ما وجدت اعوانا كف يدك ولا تلقي بها الى التهلكه فانك مني بمنزله هارون من موسى ولك بهارون اسوه حسنه إذ استضعفه قومه وكادوا يقتلونه فاصبر لظلم قريش إياك وتظاهرهم عليك فإنك مني بمنزلة هارون من موسى ومن اتبعه وهم بمنزلة العجل ومن اتبعه. زين يا علي تتمت كلام رسول الله الذي يرويه سلمان اللي كان حاضر يا علي إن الله تبارك وتعالى قد قضى الفرقة والاختلاف على هذه الأمة شو نسوي إحنا؟ نقدر نقاوم إرادة الله؟ هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وآله يقول الله قضى الفرقة والاختلاف على اي امه؟ مو امه اليهود والنصارى يقول على هذه الامه هذه هذه امه الاسلام لازم نبقى في فرقه واختلاف يا علي ان الله تبارك وتعالى قد قضى الفرقه والاختلاف على هذه الامه ولو شاء لجمعهم على الهدى حتى لا يختلف اثنان من هذه الامه الله لو يشاء يجمعنا على الهدى الله ما شاء الله يريد هذا الامتحان هاي المسيرة البشرية تستمر بما فيها من عداوة وبغضاء بما فيها من محاربات ومنازعات بما فيها من فرقة واختلافات بما فيها من فتن طائفية تستمر إلى اليوم الموعود الله الشكل قضاء وقدر شو نسوي إحنا ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى ولو شاء لجمعهم على الهدى حتى لا يختلف اثنان من هذه الامه ولا ينازع في شيء من امره ما يصير منازعات ولا يجحد المفضول ذا الفضل فضله ما يصير جحود لأهل الفضل لأهل البيت عليهم الصلاه والسلام ولو شاء لعجل النقمه او النقمه والتغيير حتى يكذب الظالم ويعلم الحق اين مصيره ولكنه جعل الدنيا دار الاعمال وجعل الاخره دار القرار ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى هذا كان كلام النبي وبيانه ودستوره لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فماذا أجاب أمير المؤمنين سمعا وطاعة الرواية تقول فقال علي عليه السلام الحمد لله شكرا على نعمائه وصبرا على بلائه أنا أدري راح أبتلى بس كن أصبر ما عندي حل آخر زين لاحظوا هنا أيها الإخوة مسألة مهمة فرقة واختلاف قضاها الله على هذه الأمة الله هكذا حتم حتم علينا لازم نتعايش مع هذه الحاله نعم كل الذي نستطيع ان نفعله ان نحاول ان نجتمع على الهدى ما امكننا ما امكننا الى ذلك سبيلا لانه لن تجتمع هذه الامه ترى. ما رح تجتمع الا لما يظهر صاحبنا صلوات الله عليه وعجل الله فرجه بس غير هذا ما نقدر شو اللي نقدر نسويه نحاول قدر المستطاع ان نهدي اولئك المخدوعين اولئك الذين ابتعدوا عن اهل البيت الطاهرين عليهم الصلاه والسلام نقربهم للايمان فنجتمع اكثر يصير عددنا نحن الذين من هذه الامه نجتمع على الحق على الهدى اكثر هذا نقدر نسويه الشيء الثاني اللي نقدر نسويه انه نجعل هذه الفرقه والاختلاف لا تتعدى الأطوار الكلامية مثلا جدل خلي يصير جدل كلامي كذا إلى آخره بس لا يصير ذبح مذابح لا يصير قتل بين الأمة لا أنا أجبر البكري على أنه لا بد ترفض مثلا أبا بكر وعمر وعائشة وإلا أقتلك ولا البكري هم يجي يقول لي إيه لازم تعترف بأبي بكر وعمر وعائشة وإلا أقتلك نعيش متوادين نعيش في سلام ووئام جيرة تساكن اجتماعي مساكنة اجتماعية قدر المستطاع نعيش في سلام وسكون إذا نتعارك نتعارك بالكتب في المحاضرات في المناظرات وما شاكل كلام ورد كلام انحصر في هذه الدائرة المشكلة في الطرف الآخر المشكله مو بين احنا نرحب اهلا وسهلا احنا عمرنا اصلا قهرنا احد على عقيدتنا احنا عمرنا اصلا اجبرنا احد على انه يلتزم بما نحن نقول ما عندنا احنا مبدانا مبدا القران لا اكراه في الدين لكم دينكم ولي دين احنا كل الذي نريده هو الحريه فقط احنا نريد حريه نصير احرار مثل ما انتم احرار تعبرون عن عقائدكم. احنا بنطلب حريه في ان نعبر عن عقائدنا. انا ما ملزوم اعيش طول عمري في الظلام. اعيش طول عمري في السراديب. ما اقدر اعبر عن عقيدتي الا همسا. انا ما مضطر اعيش هاي العيشه الذليله الخانعه. ما مضطر. انت لك حق على وسائل الاعلام تمجد بعائشه مثلا ليل ونهار ليل ونهار مجد بعائشه كيفك؟ شو لك؟ ولكن على الاقل اعطيني انا انا ايضا الحريه والحق في اني اسقط عائشه ليل نهار عدالة انت تعترف بهاي الشخصيه انا ارفض هاي الشخصيه انت عندك ادلتك في أنه هذه خوش إنسانة أنا عندي أدلة أيضا من جانبي أن تزعها من مصادرك ومن كتبك وأقررك بها أجعلك تعترف بها في أن هذه المرأة كانت عدوة لله عدوة لرسول الله أكثر امرأة كذبت على رسول الله وحرفت دينه أنا عندي أدلتي هذه موالاة وهذه معارضة شو نسوي؟ لازم يتعايشون، شنو يعني فقط لانه انت تعترف بعائشة وانا ارفض عائشة لازم نتذابح يعني؟ لازم نتقاتل؟ المشكلة في الطرف الاخر ما مستعد يعطيك حرية يقول انا كل شيء لي، الحرية فقط لي، انت مالك حرية انا احتكر كل شيء أنا احتكر الحكم، أنت مالك حق بالحكم. أنا احتكر المقدسات الحرم المكي، الحرم النبوي، أنا احتكره. أنا أفرض قوانيني وشروطي عليه. أنا أهدم المراقد، أنت ما تتكلم. أنا أهدم البقيع، أنت مالك ما يخصك. أنا أفرض حصار على ضريح النبي الأكرم صلى الله عليه واله أنت ما يخصك. أنا أقيم صلاة بدعيه صلاة التراويح في الحرمين الشريفين. أنت ما يخصك تعترض. أنا أسوي صلاة جماعة أجيب إمام وهابي شكله كأنه ممن سيكون في قعر جهنم. أنت ما يخصك ما يخصك أبدا تعترض أبدا ما لك حق. أنت تعيش عبد أنت تعيش ذليل. مواطن من الدرجة العاشرة مو من الدرجة الثانية أنا احتكر الحكم أنا احتكر المقدسات أنا احتكر الإعلام أنا احتكر المناهج الدراسية ما يدرس للأبناء في المدارس أنا كل شيء متاح لي أنت تعيش على ما أفرضه عليك من قوانين أنا أحدد ماذا يحق لك ان تقول وماذا لا يحق لك ان تقول؟ ماذا يحق لك ان تفعل؟ وماذا لا يحق لك ان تفعل؟ انا بكيفي اروح اسوي علاقات مع الكيان الصهيوني انا هم اطلع شريف غصبا عنك، اما انت اذا ما تسوي اصلا علاقات ابدا ولكن واحد اثنين خونه يطلعون خونه مثل هذا علي الامين يروح يتصل بالكيان الصهيوني أصلاً ما إلى اعتبار في العالم الشيعي ما إلى أي أصلاً وزن في العالم الشيعي خلاص كل الشيعة كلهم متعاونين مع الصهاينة أنا سوي اتفاقات كامب ديفيد أظل شريف أنت ما إلك حق تسوي مثل هذه الاتفاقيات أبداً تطلع خائن ولا بد أن تقتل أنا أتعامل مع أمريكا اخلي امريكا تروح تسقط القذافي واستلم الحكم واطلع شريف ماكو اي مشكله، اما انت تتعامل مع امريكا، امريكا تسقط صدام، انتم يا من جئتم على ظهور الدبابات قاتلكم الله، تعاونتم مع اعداء الامه الاسلاميه ايها الخونه احفاد العلقمي احفاد نصير الدين الطوسي هو إلى حق كل شيء يسوي هو إلى حق يخون يتعامل مع الاستعمار إلى حق يبوق إلى حق يسقط أنظمة يأسس أنظمة جديدة مو مشكلة كل شيء متاح له أما أنت ممنوع مو متاح لك أبدا أبدا أي شيء أنت حيوان أنت هكذا تعيش أنا يحق لي أسوي ثورة في كل مكان أسوي ثورة في مصر، في تونس، في اليمن، في ليبيا، في سوريا، كل مكان وتبقى هذه الثورات شريفة وما عليها غبار أبدا ولا عليها أي إشكال، أما أنت تنادي بحقك تريد تسوي ثورة في البحرين أنت عميل وأنت ما أدري مجوسي وأنت مليون كل مصايب الدنيا خلوها عليك. خونة، كفار، صفوية، مجوس إلى آخره. هذه هي المشكلة الطرف الاخر لا يريد التعايش ما يريد ما يريد يتعايش الا ان يتعايش على قانونه ومزاجه احسنتم على مزاجه يريد يتعايش يريدك تخليك يخليك ذليل عبد 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 تعيش عبد اما انه احنا نعيش احرار نعيش ساده ما يقبل المشكله عندنا لو عندهم الله قضى الفرقه والاختلاف على هذه الامه الله عز وجل لو يشاء ولو شاء الله لجمعهم على الهدى لو شاء لجمعنا إحنا علينا نتعايش مع هذه الحالة عداوة وبغضاء تقع نعم نحاول نحجمها في أطر علمية أطر كلامية نحاول ما قدرنا بعد ما قدرنا شنو نقدر نسوي فرقة واختلاف تقع يقعان لا بد كذلك من أن نتعايش معهما من هول من الموضوع نمشي في مسارات معقولة للتعايش المدني للمساكنة المدنية هذا اللي نقدر نسويه أيضا التزاما بالقرآن الحكيم هذا اللي نقدر نسويه في سورة الممتحنة أنتم إذا الممتحنة إذا لاحظتم السورة هذه في أولها نهي في آخرها نهي أول آية الله عز وجل يقول هكذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. زين آخر الآية آخر السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور أولها نهي آخرها نهي وسطها ماذا؟ لاحظ شوف عدالة الإسلام حتى لا يصير إفراط ولا يصير ماذا؟ تفريط، لأ تمشي بشكل متوازن في التعاطي مع المخالفين. يقول الله تعالى في وسط هذه السورة يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ممكن احنا هم نسأل الله عز وجل أنه أعداؤنا الله يهديهم نتواد وإياهم يصير مودة بيننا ماكو أحلى من أن نجتمع على كلمة محمد وآل محمد صلوات الله عليه على محمد محمد تصير مودة مثل ما صار بين المشركين مشركي مكة بعضهم وبين المسلمين بعد ذلك الله عز وجل جعل بينهم مودة لما آمنوا هذا جدا شيء لطيف ما اجتمعنا على هذه الكلمه، على الاقل نجتمع على ان يحفظ بعضنا بعضا في دار الدنيا اقل، في دار الدنيا تصير موده، تصير حقوق جيره جيده، حقوق اجتماعيه جيده، سلام ووئام ومحبه اجتماعيه، موده اجتماعيه، ماكو مانع. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم بر تقدم لمن؟ للمخالف للكافر ولكن على ماذا؟ على انه لم يعادي ما قام بأفعال على الأرض عدائية ما كمان نحسن إليهم نبر نبرهم ما كمانع أبدا ما كمانع لا إفراط ولا تفريط أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم هؤلاء الله يمنعنا من أن نواليهم المعادين المجرمين ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين